معكم. 7 دقائق سنخصصها للحديث عن ما يسمى بالهاوية المالية أو The Fiscal Cliff التي تتجه إليها الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا العام. فما هي هذه الهاوية المالية؟ الأرقام تدل على أنه ببداية العام القادم هناك مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي سوف تنتهي، وكانت قد أقرت طبعا في عهد الرئيس جورج بوش الابن. هذه إذن أولا نهاية الإعفاءات الضريبية التي ستنتهي بنهاية هذا العام، وبالتالي سيكون هناك رفع للضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى هناك اقتطاع في الإنفاق الحكومي، طبعا أيضا هذه الاقتطاعات التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية العام الجديد، كانت قد أقرت من قبل الكونغرس الأمريكي في أغسطس من عام 2011 بعد أن وافق على رفع سقف الدين. طبعا النتيجة المباشرة بحسب المحللين بالنسبة لهذا، طبعا لهذه الكومبينيشن أو هذا الخليط من هذين الإجراءين، سوف يكون دخول الاقتصاد في ركود، ولكنه في المقابل سوف يقلل من العجز في الميزانية الحكومية الأمريكية. بشكل عام كان هناك مجموعة من السيرفيز أو البيانات التي كانت قد صدرت عن سيتي جروب التي تحدثت فيها عن مخاطر هذه الهاوية وما الذي سيحدث في حال فعلا اتجهت إليها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا تراجع الأسهم الأمريكية ب10% إلى 20%، طبعا هذا بحسب سيتي جروب، انكماش لإجمالي الناتج المحلي بحوالي 1%، تراجع أسعار النفط ب20%. ما الذي سيحدث للدولار الأمريكي؟ دعونا نرى ما الذي قالته سيتي جروب أيضا عن هذا الموضوع، التي قالت بأن سعر صرف الدولار الأمريكي سوف يتراجع بنسبة 5%، بالإضافة إلى بطالة قد تتجاوز 9.5%. هذه البيانات طبعا بحلول عام 2014. رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي كان قد تحدث أكثر من مرة ووجه حديثه مباشرة للكونغرس الأمريكي قائلا بأنه من المهم جدا أن يتحرك الكونغرس الأمريكي لحل هذه المشكلة، لأنها تعتبر واحد من أكبر العوائق التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية طبعا التي تعتبر أيضا من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وتؤثر عليه بشكل كبير، قائلا بأن الفيدرالي الأمريكي لن يستطيع أن يحل هذه المشكلة بمفرده، وأنما يجب أن يكون تدخل للحكومة في ذلك. هذه هي بعض الحلول المطروحة. في بداية قد يستطيع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تطبيق هذه القرارات، وبالتالي كما تحدثنا سوف يكون هناك ركود ولكن العجز سوف يقل. الحل الثاني أو قد يكون الأوبشن الثاني الموجود أن يقوموا بإيقافها، وبالتالي سوف يزداد الدين العام الأمريكي الذي يقف الآن عن 67.7% من إجمالي الناتج المحلي. إذا ما استمرينا في الإنفاق وفي هذه الاقتطاعات على التاكسز أو على الضرائب، هذا يعني بأن هذه المعدلات للدين العام سوف ترتفع. هناك بعض المحللين الذين قالوا أنها قد تصل إلى 200% من إجمالي الناتج المحلي. الثالث إيجاد حل وسطي توافقي ولإيجاد حل للعجز في الميزانية، ولكن في المقابل يكون هناك نوع من النمو المتواضع. على كل الأحوال هذه إذن البيانات بشكل عام. الخوف من المجهول بات عنوان المرحلة القادمة، فقد أثر بالفعل على الشركات والعائلات التي تبدو خائفة طبعا من أي عمليات إنفاق في الوقت الحالي، قد تكون في خطوة استباقية لأي كارثة اقتصادية وشيكة. طبعا هذا الأمر لن يساعد إجمالي الناتج المحلي للنصف الثاني من هذا العام، لأنه كنا قد سجلنا نمو بنسبة 1.3% للربع الثاني من هذا العام، وطبعا هي أرقام لا تعتبر لا مستدامة ولا كافية. هذه هي طبعا البيانات وهذه هي الأوضاع التي في الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال أغلب المحللين والاقتصاديين وصناع القرار كانوا يعني متفقون بشكل أو بآخر عن أنه سيتم تأجيل هذه الاستحقاقات جملة وتفصيل حتى موعد آخر، وهي طبعا العادة التي دائب عليها القادة الأمريكيون لكسب المزيد من الوقت في طبعا لتنظيم صفوف البيت الداخلي، طبعا في وقت طبعا يستمر الإخفاق في ضبط العجز يوما بعد يوم، وخصوصا في ظل عدم قدرة هؤلاء القادة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الضرائب، الفاتورة العسكرية ومصروفات الحكومة الضخمة. على كل في مرحلة الانتظار الآن، وطبعا بانتظار انتهاء حرب الانتخابية ما بين رومني وأوباما، ربما تتوضح الرؤية أكثر أو تتكشف تداعيات هذه الأزمة التي ستطال اقتصاد العالم ككل بما فيها طبعا منطقتنا العربية. إلى اللقاء.